يعطيكم الصحة. أكيد ما زلنا مع بعضنا مشاهدينا، وما زالت الكوجينة متواصلة نهار اليوم من طاولة الشيف على قناة تلفزة تي في، تلفزة اللي تعودتوا بها فيها برامج حلوة برشا الحق سيدي رمضان. مش كرانية في رواحنا، ما نخدمو بروفيسيونيل. احنا اليوم مشاهدينا عندنا البرغل المفور اختاري قدمه لنا بيرم. بعد ما حطينا البرغل يطيب شيف وفوحناه، شفنا الفحات والمقادير نتاعو، ورناه وعملنا له السيزونمون نتاعو الكل. توا باش نزيدوه الرميه الثانيه نتاع البرسيل نتاعنا شويه معدنوس، دونك باش يبان نهورنا، تقعد نكهته حيه، وباش يقعد كروكون شويه في الفم. باه دونك هنا ونحركوه جوست توا التحريكه هذيك هاو شيف، باش ما يعجنناش. كان نحركوه برشا يعجن. وي شيف. دونك نردوا بالنا، دونك هذايا بالنسبه للبرغل قاعد يطيب وحيده وحيده. يعطيك الصحه، مشكور شيف بيرم. والبرغل ديما يطيب ومغطي باش يحافظ الفابور اللي في وسطه، هو اللي يطيب كعبات البرغل ويخليهم يتحلوا وما يقعدوش كاسحين. مشكور، نعدلوا له ملح من بعد ونشوفوا مع بعضنا كيفاش ولا. انا معاكم مشاهدينا باش نشوف شيف وليد عرفاوي قاعد يحضر لنا في مرقه الزيتون المحشي. كيف ما شفنا قبيله حضرنا الفارس، كان ذكرنا شو عملنا في وسطها. دونك الفارس ستيك دو دان تاع الشيء من عند مليحه، اكيد من عند مليحه. دونك فوحناه ب نعناع معدنوس، نعناع شايح ومعدنوس وملح فلفل اكحل والثوم اكيد. والثوم اكيد. دونك هكا جاو هكا في الاخر مزيانات مسكرين. باه دونك توا باش نعملوا الصوص تاعنا. دونك حطينا الثوم تاعنا في الزيت، ثوم بصل وزيت، ونزيد عليهم الثوم. زيت زيتونه زيان هذايا. زيت زيتونه زيان. نزيدوا عليهم الثوم. باش يعطي نكهه بنينه. ما نخليوش يتقلى ياسر، نحط عليه طماطم باش ما تحرقش الثوم مرار. عندنا طماطم سيكام. شنو هي اخترت انا؟ طماطم سيكام اخترنا 4% اللي هي موزوزه. 4% فلفل. 4% فلفل، مش حارة برشا، مش حارة برشا، ما نستحقوش باش نحطوا فلفل. فلفل زينة لهريسة لحد شيء، لهريسة لحد شيء. دونك فاوحة والدوزة نتاعها معدلة، نعرفوا سيدي رمضان برشا يغلبنا، تغلبنا الذواقة. دونك ديكو باش يجي الفلفل معدل. سيكام فكرت فيكم، حطت لكم ثم المحرحرة اللي يحب الحار، أكيد طماطم دشة وطماطم صيفية ممتازة فيها 15% 15% فلفل، وثمة طماطم اللي فيها 4% راهي موزوزة فيها تحرحيرة خفيفة وبنينة برشا. باه دونك بعد ما تقليت الطماطم نبدو نفوحوا. أكيد نبدو نفوحوا، نحط الفلفل تاعنا. دونك عندنا تابل يفوح مليح التابل. عندنا ملح وفلفل أكحل. ملح ما نكثروش أكيد، ملح ما نكثروش، حطوا شوية خاطر مرقة زيتون. اكزاكتومون، خاطر الزيتون ديجا هو مالح. فلفل اكحل، وعندنا قزبر باش نحطوه في الاخر. قزبر الاخضر في الاخر كي تطيب. باه، وعندنا باش نزيدوه شويه ماء بعد هذه تقليت. ما نقليوهاش برشا، عندنا الطماطم تاعنا ما هيش قارصه كيف ما قلنا، ما تحقش نقليوها برشا باش يكون الطبق نتاعنا صحي. نزيدوا شويه ماء كيف ما قال شيف وليد عرفاوي، نمرقوا هكا طنجره مش برشا، خليوها الصوص الطيب، خليها الصوص تغلي شويه، الزيتون طيب شويه، نسقطوا فيها الزيتون اللي هو محشي حاضر باش. دونك نحطوهم الكعبات هذوما، وما نحركوش برشا باش ما يتفرتوش، خليهم هكا مغطيين ويطيبوا على نار متوسطه. دونك نفاديغ بريسك حضرت. باه، خليوها تكمل الطيب كيف ما قال مع الزيتون، يطيب الستيك دو دان داشي خاطر احنا استعملناه هنا الفارس في وسطها. من بعد في الاخر باش نعملوا لها، قلت شنو شويه نعملوا لها قزبر في الاخر، نشرش عليها شويه اون بانسي قزبر يفوح لنا. سي با اوبليغاتوار، نجم نعمل معدنوس. فوالا، نجم نعملوا معدنوس كل شنو يحب. اختيار. انا اخترت باش نعمل قزبر. يعطيك الصحه شيف وليد، مشكور اكيد. طبق باش يكون بنين برشا مع شيف جوهر. وينك يا شيف؟ شنو امورك؟ وين وصل البتيفور؟ توا شيف وصلنا للبوشاج. دونك البوشاج كما قلنا، لي بوش هذوما هكا، لي بوش ادوي اللي تخدموا بهم البتيفور، تلقاوهم عند دسيير تخدموا فيهم البتيفور، وبرشا انواع نتاع بشكوتو، دونك يساعدوكم برشا في الخدمه. اي شيف، بالنسبه للبوشاج نعملوا دو تور ادمي، معناها دورتين ونص. جوست خلينا الكاميرا الفوق تاخو شيف. اوكي شيف، شوريكم دورتين ونص. دورتين بالبوش هكا ونص. شيف باش تجي واقفه ومزيانه، ما تجيش اكبر من اللازم. نزيدوا كعبه اخرى. وي شيف، كما قلنا والزينه نتاعها دورتين ونص. نرشقوا فوقها كعبه عيبه لوز. وي شيف، كعبه لوز ابيض كما قاعدين تشوفوا. نواصلوا بنفس الطريقه، نكملوا البات نتاعنا، نزينوها. درجه الحراره قداش؟
هي شيف شيف قبل كل شيء ويتخلوها تشيح قديش ساعه كيكه وي نتاع سويعه انت والبلاصه شيف لازم يكون فيها منسمه معناها كما نقولوا ايش في شيحت والكل نسخنوا الفور على 150 درجه نخليوها ما بين 12 دقيقه و4 ساعه 12 دقيقه و4 ساعه حسب حاجه ديما نتفقدوها شيف سينو ما نخلوهاش تيب برشا تجينا يبس مشكور شيف كيف ما قال على 150 بعد ما ترتاح سويعه من زمان وهي مصبوبه كعبه البتيفور تشيح تعمل كروت مينيموم ساعه الى ساعه ونص وتكون يكون عندكم بتيفور للعيد ممتاز وخارق للعاده احنا الفور بتاعنا درجه حراره بتاعه مضبوطه نعرفوا هوفر دونك تقدم لنا معدات مميزه انا الحقيقه اكتشفت معاكم هوفر بالقدا ولي فريغو نتاعها كيف كيف تشوفوا لي بلاك اندكسيون يساعدوا برشا زاده في الكويسون حاجه ممتازه وغارانتي كيف ما نعرفوا اتصلوا بكازا برو توفر لكم كل المعدات المزيانه اللي تشوفوا فيها معانا هوفر كيف كيف عندهم فكير معدات زادة متميزة ماجي ميكس كيف كيف أنا ديما نحاول نجيب لكم في طاولة الشيف أحسن المعدات اللي تكون جارانتي في كوجينتكم الشيف وليد شفناه قبيلة حضرنا مرقة الزيتون الشيف جوهر رجلنا أمور البتيفور توا لازمنا الصمصة بعد ما عجناها وشفنا باش يذكرنا فادي أكيد في المكونات وباش يقول لنا كيفاش نلفوها شيف شعملنا المكونات شيف 300 غرام فريوه مرحيه محمره 150 غرام لوز محمر ومرحي 60 غرام سكر محور مغرفه كبيره بات نوازيت به وهذا مش نعملوا لهم توا توا شيف كما تشوف خذينا ورقه اوراق الملصوقه قصيناهم تي بونتليت شناخذ البرد نوازيت باش نبدا ندهن في الكعبه الزبده الطايبه هذه اللي الزبده الطايبه فيها نكهه بنينه هكا ندهنها بالكدا شيف تشكشك مليح بالدارجه التونسيه نقولوا شكشك كيما تطوعك الورقه شايف باش تطوع في الخدمه ناخذوا كعبوره من البات ناخذوا هكايا ونلفها لفه الصمصه المعروفه هكا شايف مثلثات نحاولوا كيفاش نكبسوا شايف ما نخليوهاش الكعبه باش ما تجيش محلوله ما تجيش محلوله الكعبه كيما تشوف شايف كل بنفس الطريقه الكل خدمناه والتسكيره ديما نحطوها هي اللي لوطه في القاع في الطبق هي كيكه شايف والتسكيره هي اللي نحطها على القاع اون انفلوب هذه هكا okay. مشكور اكيد شيف فادي قاعد يحضر لنا في الصمصه الكل باش يخدمها بنفس الطريقه باش نحمروها في الفور اللي قلنا هوفر دونك الفور درجه حراره قداش بالنسبه للتياب نتاع الصمصه شيف يكون على درجه 160 الوقت بين 15 و20 دقيقه 15 20 دقيقه تتحمر شويه تتحمر ونبقى نتابع فيها شيف واحده 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 وشحورها عاود ذكرنا بالنسبه للشحور 250 غرام سكر 250 غرام ماء نستعملوا يا شيش ورد يا ماء ورد كما تحب انت وعصر قارص يعطيك الصحة دونك ديما في الاخر بعد ما دوبه يهز غلوه الشحور نعملوا له عصير قارص باش ما يسكرش كيف ما يقولوا دونك كيلا بكيلا هكا كيلا ماء كيلا سكر نغليوهم شويه ونعصروا عليهم قارص طفيوا عليهم كيف ما قال نجم نحطوا فيهم ورد ماء ورد نجم نحطوا في وسطهم السكر ثم سكر بالزهر من عند سمارتشيف جميل برشا زاد المزهر مع الصمصه ثم برشا حاجات مزيانه في كوجينتنا التونسيه ديما تلقاوها على طاوله الشيف بعد شويه الاولاد يبدوا يزينوا لي بلان تاعهم دوبا يحضروا واحنا نقدموهم لكم ونذكركم شنو طيبنا لكم اليوم
مشاهدينا وصلنا معكم من نهاية مشوارنا اليوم، بنحاول نذكركم بطريقة سريعة في الأطباق اللي حضرناها لكم وحضروها لفيديو شيف اللي جاونا من الأكاديمي دي شيف. نبدو مع شيف بايرم، مرحبا بك شيف. وبيك يا عايشك شيف. عملنا برغل بالخضرة مفور، فيه دجاج مليحة، وعملنا فيه طماط سيكام. يعطيك الصحة، برغل بالخضرة اليوم، برغل بالخضرة ومفوح بزيت الزيتون الزيا. وي شيف يعطيك الصحة، مشكور. دونك هذايا بالنسبة للبرغل المفور بالخضرة اليوم، معه هو حضرنا طبق آخر مالح من إعداد شيف وليد عرفاوي. الطبق اليوم شنو قلنا؟ عملنا مرقة زمنية اللي هي مرقة زيتون محشي. باه. استعملنا ستيك دو داند أشي مليحة. استعملنا سوستومات سيكام 4% فلفل. موزوزة مش حارة. موزوزة. باه. دونك زيت عملتها توزيزة بتاع في الصوص. هذه تقليت في زيت زيتونة زيان. تقليت في زيت زيتونة زيان بيان سور. الزيتون شو عملت الفارس بالضبط كيفاش فوحته؟ دونك الفارس فوحناه بمعدنوس، مونت اللي هو نعناع سيشي، ملح وفلفل اكحل وثوم. باه، وقلنا اللي يحبوا موزوز ينجم يزيدوا شويه هريسه ولا فلفل زينه كيف ما كيما البنادق. اكزاكتومون كيما البنادق. باه، هذه بالنسبه للمرقه الزيتون. وقال لكم شيف وليد ما تحطوش الملح كان بعد ما تكمل الطيب وتذوقوها، خاطر الزيتون مالح ديجا. اكزاكتومون. مشكور، يعطيك الصحه. مع لو دو فرير بن عبد الله عندنا شيف فادي وشيف جوهر، حضرونا اليوم الديسير للسهريه وحضرونا كيف ما قلنا حلو العيد. الاول حضرنا البتيفور، نبداو مع شيف جوهر. شيف مرحبا بك. عملنا شيف بيتي فور اموند، حطينا فيه سكر فاني، حطينا فيه 250 غرام. دونك اكيد السكر فاني فوح مليح. سمارت شيف. شيف سمارت شيف سكر فاني. وحطينا فيه 250 غرام لوز ابيض مرحي و150 غرام سكر محاور. وحطينا فيه روح اللوز. وي شيف، حطينا فيه روح اللوز وحطينا فيه 20 غرام جليكوز. كاو شيف، هذايا بالنسبة للفارس ولميناهم بابيض العظم. دونك اللي قلت في حدود ال 75 غرام. دونك يعطيك الصحة، مشكور شيف فادي. باتيسري ديما لازم نتبعوا الحكارات باش نجيبوها صحيحة. التمبيراتور اللي طيب فيها في الكوشة 150 درجة، الفور نتاعنا احنا هوفر، دونك نعرفوا اللي فور هذوما ممتازين في توزيع السخانة وخاصة في الحلو العربي والحلو كيف ما هكا. وردوا بالكم من السخانة، يلزم تكون محترمة بالكدا بالكدا، خذ فور ممتاز باش ما ترسيلكش كل وين وأنت تدور في الطبق باش ما يتحمرش من جهة أكثر من جهة. فور هوفر بالحق من لي فور الممتازين اللي تنجم تأثث بهم كوجينتك. شيف فادي حضر لنا كيف كيف، وفي الباتيسري ما زلنا حضر لنا اليوم صمصة قال زاد الحلو العيد. ذكرنا شيف فادي شو عملنا فيه اليوم. شيف عملنا صمصة اللي كان فيها 300 غرام بوفريوة مرحية، 150 غرام لوز، 60 غرام سكر محور، وفوحناها بالسكر فاني نتاع سمارت شيف. يعطيك الصحة، هذه الكل لميناه بالزبدة وحطيناهم في الورق نتاع الملصوق. مشكور، يعطيك الصحة شيف فادي. مشاهدينا أنتم زادة نقول لكم ميرسي، تبعتونا اليوم في طاولة الشيف وشفتوا معنا هالدبارات المزيانة. استنونا في دبارات جديدة في نفس الموعد على قناة تلفزة تي في، تلفزة التوانسة كل. شاهي طيبة. هذه هدية للحافقة المكدية، المرأة بلف مرأة كي نحكيو على التونسية. هي كابابلية وإحنا كي نخمو فيها مش مزية، عايشة تاك تاك من حاجة لحاجة شارع ودار، وباش تربح وقتها حضرنا لها أقوى فار. يا مهني يا الحباب والمالي، نعرف وقتك غالي، هذاك علاش حارسين تواجه تحدياتك باش تكون متهنية وراسك عالي. طماطم بولي مقصوصة حاضرة باش تعمل 66 كيف. مع سيكام تدل المدام. من خيرات أرضنا التونسية الغنية، المعصرة تراعي المعايير والمواصفات الدولية، أنتجنا زيت زيتون بجودة عالية ومنافس في الأسواق العالمية. زيت الزيان يهنينا على هولتنا ويبنن ماكلتنا.
Le nouveau réfrigérateur combiné total No Frost de Hoover. Frigidaire et congélateur Fardwacht. Un design épuré et une technologie unique. Smart No Frost. Le réfrigérateur Hoover vous permet une répartition homogène du froid et une haute capacité de stockage. Le combiné Hoover est doté de joints hygiéniques pour garantir une étanchéité parfaite et éviter les moisissures. Smart et connecté. Le combiné Hoover ira pack أكثر من 60% من فاتورة الضوء. Ou bien sûr, ما ننساوش la garantie de 10 ans sur le moteur. SAV garantie par Casapro. Hoover, the way you live. أكاديمي دي شيف، مؤسسة خاصة للتكوين المهني في قطاعي الطبخ والحلويات. تم تأسيسها وفقاً لمعايير ومواصفات دولية حديثة تتميز ببنية تحتية متطورة، ما يجعلها مواكبة للمتغيرات المهنية ومتطلبات سوق الشغل على المستويين الوطني والدولي. فيها مجموعة من خيرة المكونين في المطبخ والحلويات بجميع اختصاصاتها المختلفة. تقدم شهادات منظرة ومعترف بها من قبل مؤسسات الدولة، والشهائد المسندة هي مؤهل تقني مهني في الطبخ، مؤهل تقني سامي في الطبخ، ومؤهل تقني مهني في المرطبات، ومؤهل تقني سامي في المرطبات.